بتعمل ايه يا عطر؟ مربوحة. ايه؟ انا مستغرب جو الراجل اللي كان قاعد هنا. ليه؟ يعني معاه كل الفلوس دي وشغال في بنك. الطمع. بتعمل ايه؟ بتسرق الرسمة دي كلها؟ خد 100 جنيه بس عشان محدش يحس بينا. سليتها كده كيف ما انا بعمل مع الكبير؟ هو انت اللي بتعملي كده مع الكبير؟ ده انا اكلت علج فاكرني انا. ما انا اللي كنت بقول له عليه. خد 100 جنيه تاني. سليتيه. يلا. جدع. يلا. ما تعكسش بنات. احنا بنسرقوا بنك. سبعين، خمسين، 22. افتح يا محسن. يا عم محسن مية، اوعى قلت لك انا هفتحها انت مش هتعرف. اتفضل يا اخو. ليه بتشتغل بالصوت؟ 70، 50، 22. يا عم حتى لو بتشتغل بالصوت هتفهم 70 و50. اوعى يا عم بتفهم. اوعى انا اللي هسوق. انا اللي هجيب جمبري الفراوله. يا رايت حنفي. اللهم صل على النبي. الله، دي احلى من البلاعه بتاعت سلاحف النينجا. الواحد كان نفسه يبقى جرز ولابس روب. جرز طبعا انتوا مالكوش عايزه، قاعدين اديلكوا ساعتين ما بتعملوش اي حاجه صح. دخلنا الارقام والخزنه مش راضيه تفتح. اي كلام. ناس ملكلكه، ناس ملقلق. احكوا لي كده بالتفصيل مشاكل فين يمكن اعرف احلها. كده اسم الله عليك. اسم الله عليك يا حزلقوم. اسم الله. ايه نودوك الوكاله في ايه؟ شفت طريقة الفتح يا بهوات؟ فتح ايه؟ دي جات معاك بالصدفة. صدفة ايه يا مسفر؟ صدفة ايه؟ الوقعة دي مقصودة. وقعة دي اللي مقصودة حتى الجمدة انا اللي لحقتك. لا هي مقصود، عشان كده حتى بالأمارة الموظف اللي مشغلينه على الباب شاطر. ايه علاقة الموظف الشاطر بانك وجعت؟ ما عشان ما يقع على الشاطر. انت تقعد ترغي معايا؟ بقول لك ايه؟ ولا انا هستخدمك في الدونكي ورك. ايه؟ اعمال البغل. انت هتشيل انت الباب كده تزقه وانا اعمل الحاجات اللي محتاجه دماغي. يلا يا الله يا ليلى. يا سلام متربي يا ساتر. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ مفيش بابا. شوف النتانه، يعني مكلفين وملايين وباب نحاس يعدي ال 300 طن ومش جايبين مقبض. ده ايه النتانه دي؟ يمكن عشان المقبض غليت. عندهم حق، ما المقبض في الرواعي بقى عامل 350 جنيه لو نيكل. يبقى كام عين؟ مقبض 2 3 رواعي ونيكل ايه؟ يعني الويم بالويم. نيكل ايه يا عم؟ خليك معايا يا حزلقوم. كسب ام اللي احنا جايين نعمله. ركز يا حزلقوم. ما احنا حظنا ذكر. حظنا ايه؟ ذكر. هو ايه اللي حظنا ذكر؟ انت عمرك سرقت خزنه لقيت بابها مفتوح؟ احتمال. احتمال ايه؟ ما مش يمكن لما اسرق خزنه تطلع بابها مفتوح؟ ما فيش حاجه. ليه حق؟ ليه حق يجلط؟ ده باظ. لا سراج مهمه. الراجل اللي انت فضحته وجلطته. بس انت على فكره فيك ملامح منه. انت سراج مهمه؟ لا من اين اشياء؟ اول مره اخد بالي نفس الملامح وال يا عم سر. ايه الفال ده؟ الراجل ده ما اشتغلش تاني. اقعدي اقعدي يا حبيبتي. ده انت طلعت حامل صح الصح. العتب على النظر. انت بجد في الشهر كام دلو؟ في السابع. انا قلت كده برضه. ممكن بعد اذنك ما تعمليش الحركه دي؟ تحب اعملها بدي؟ لا لا خلاص. انت عارف انا نفسي قوي اتجوز وابقى حامل. انت برج ايه؟ الدلو. كده عمرك ما هتحملي. ليه بس؟ عشان تحملي لازم انت تبقي برج الحمل. بس ما تعتمديش عليا. اشمعنى؟ اصل انا جدي. مين؟ اهدي يا حبيبتي، ده طفل حاجه 9 سنين. الله، ده عز العز. تاخديه صغير كده وتشكليه براحتك. انت بتتكلمي كده ليه؟ الكلام اللي انت بتعمليه ده في الاوف سيزون، انما هنا احنا عائله، احنا بنتشعبط في رضا ربنا. وبعدين يا بغل انت، ايه اللي انت بتعمله؟ انت بتعاكس البنات حرام، ربنا هيولع فين؟ احنا بنسرق بنك، مش بنوزع عجبات في الحسين، اهدي.